هي واحده معرسه براجل قصير واحده معرسه براجل قصير وتتعارك معاه وتحط له فطور فوق الفريجيدار. برا يحط كرسي ويطلع لروحه برا بشيء. مراه تسال في راجلها: انت شكون دلك عليا؟ قالها: ما نعرفش، من نجم نتهم حد، اما عندي برشا اعداء. يا رسول الله يا ربي. اي واحد قالوا له: تاخو مليار وما عادش تستعرف بداركم. قال: مربي يديك، ما انا قعدت معاهم شويه ولا ودار. معلم اسال التلامذه: حيوان يزحف ببطء؟ جاوبوا تلميذ: السلحفاه. قالوا: برافو، بوك شيخدم. قالوا: سيدي يخدم استاذ. برافو، ريتو اولاد المعلمين معناها ولا الساده قداهمش اذكيين. اسالوا السؤال الثاني: طائر يبدا بحرف الباء؟ سألوا يجاوبوا التلميذ، قالوا: بقرة. هون قالوا: أنت بوك شخدم؟ قالوا: سيدي يخدم في أمن الدولة. قالوا: برافو برافو، بقرة راهي كانت تكبس روحها تنجم تطير. واحد مشى في نكتة ما حطتش في قلبها. يلا صفية، واحد مشى يعمل في مقابلة في شركة معناها كل انترتيان، فهمتني، باش يخدم. سألوه لجنة هكا، قالوا له: ما معنى الترتيب الانتقالي لأبجديات الآليات الأديولوجية في الوجدان؟ قالوا: ما يقولوا معناش مخدمين. والهدف الأول لسوفيان، قالك واحد مصطول بعثوه يصطاد في تمساح. شنو تمساح؟ واحد مصطول بعثوه يصطاد في تمساح، مشى ما رجعش، مشى ولوجوا عليه. قالك بعد جمعة يلقاه شد وزغة صغيرة ويقولها: بوك وينو، بوك وينو. الله 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 الله، يعذب فيها. يلا واحد بلاش لي سفيان تتواصل. ذبانه وخنفوس، ذبانه وخنفوس راقدين في كلينيك. حاش من يسمع الصوت هاي. تلفتت الذبانه الخنفوس قلت له: اخويا في توكس كيفيه؟ قال: لا شلاك كروندو. ضحكه نعتبرها ضحكه. اثنين بلاش لي سفيان. واحد في سيدي رمضان اسال الامام، قال له: يا شيخ توا كيف نقول لمرتي نحبك ونموت عليك يا روحي، نتسمى فاطر؟ قالوا: اي نعم، خاطرك تكذب. اي مرأة سهرة في عرس. نعتبروه يضحك سفيان. 2-1 بخاطره. مرأة سهرة في عرس، خزرت الرجالة وقالت له: شفتوا هذاك الراجل اللي يشتح ما شاء الله عليه؟ قال: اش بيه؟ قالت له: خطبني 10 سنين التالي ورفضته. يا شومي اول تو يحتفل. برافو. المانيا عمل اكسيدون في تونس، عطاوه الدم في السبيطار لهنا، فهمتني؟ كي رجع لألمانيا ولا نهار كامل شد القهوة ويقول: توا هذه بلاد عالمية. ولك ثلاثة نقاط. أما ضحك سفيان، أي ثم الوجيست بيت عند نسابه في الليل. في الليل يحلم قام ينادي: تونس بلاصة، تونس بلاصة، تونس بلاصة. يا اخي سمعت ونسيت ومشيت البنت تجري. قلت لها: ايش اسكت اسكت، ايش راجلك اللي عمل لش بيه؟ قلت لها: يا امي ارقد ارقد طوك في يعبي يسكت. حكيتها الجمعه اللي فاتت. يلا سعد، واحد مهبول شويه شرى كهرباء، بعد نهارين رجعها ما عجبتوش. قالوا له: شبيك شفما؟ قال لهم: ليه ما عجبتنيش، شبابكها كله حلو على الكياس. برافو عالمي. ولكن ما ماركتش بونتي. يلا سفيان، النكات نتاعكم مزيانه اليوم. يلا سفيان. واحد شايب عجبته عزوزه قدام مركز التلقيع، بسم الله، وقالها: تعرف جرعه ثانيه زاد فيك الشطر. البارح حكيتها ولامس، مش ولامس، البارح 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 حكيها اول حصه. لا 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 لا، جرعه ثالثه البارح، اليوم جرعه ثانيه. يلا تفضل. واحد خاطب لي 15 سنه كل عيد يهز في علوش الخطيب. احكي يا سفيان، دي كمل اي امشي احكي. قال لك: تونسي ردم فلوسه في سانيته ونساه ونخبيهم. خمم 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 خمم، مشى لمركز الشرطه وحكى لهم الحكايه. قالوا له: ايه واحنا باش نعملوا لك ما دامك انت نسيت؟ قال لهم: ضربوني عذبوني بالك في السعره. واحده سمنت ياسر، مش رباب، واحده سمنت ياسر، سمنت مشات للطبيب. بون، قال: فوالا، يلزمك تنحي العجين والحلو والخبز وتنحي المقلي
وتنحي قالت له باهي باهي يا دكتور باهي تو نرجع لك نهار اخر نحسك بتغش شويه اليوم. واحد سال الشيخ قال له راني كليت صحن كسكسي وكاس البن وزوزه براج بطيخ ومن بعد فكرت لي انا صايم ايش نعمل يا شيخ؟ قال له اعمل كاستي. هيا زوزة برافو برافو زوزة عمرها 70 سنة متهمين بجريمة قتل. قالت والله العظيم والله العظيم بريئة. قال القاضي لكن كل الأوصاف منطبقة عليك. قالت شنو الأوصاف؟ بنت جميلة ورشيقة وجذابة وزينة وحلوات. تبسمت وقتلوا ما كنتش ناوية نقتلوا. يلا سعد يلا في سعد. تونسي سألوه كيفاش نردوا تونس كيما اليابان. قال لهم أول حاجة نبدو بالقنبلة الذرية باش تبدا الخدمة نظيفة. يلا نكتة أخرى سعد أنت من بعد سفيان يختم يلا. وزير الخارجية نتاع هز رجلها لباريس. وزير الخارجية نتاع إيطاليا. قال لي لا لا مثال سفيان نمشي. وزير الخارجية نتاع إيطاليا شنو هو؟ قال لي أنت باش تخدم. في ساعة ما عادش وقت. هز الخارجية باهي هزها رجلها لباريس يحوس بها وهما طالعين في التوليفيل جاها ميساج قراته وتنهدت. قالها اش بيك؟ قالت له دارنا مشاو للزردة. عالمية عالمية النكتة يلا يلا مشاوش للزردة اصلا يلا صوفيا ناخر وزير خارجية ايطاليا زار تونس باش يعرف علاش معناها 5000 تونسي المدة الأخيرة خرجوا من تونس حارقين وكل عام ما يقارب 8000 يحرقوا من البلاد يعتبر آمن. بعد الزياره قال ما فهمتش البقية علاش قاعدين. قالت جارتنا تربي في كلب عندها 4 سنين البارح شافها من غير مكياج عضها.